بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 137. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعطى كل ذي حق حقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بين لنا ما أنزل إليه من ربه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث كالمعتاد، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الحمل إذا كان من جملة الورثة. ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة ذلك الحمل، لأنه يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت. وإذا احتمل أنه حي فهناك احتمالات أخرى من تعدده أو انفراده أو أنوثته أو ذكورته، ولا شك أن الحكم يختلف غالباً باختلاف تلك الاحتمالات. من هنا اهتم العلماء رحمهم الله بشأن الحمل، فعقدوا له باباً خاصاً في كتب المواريث. والحمل هو ما يحمل في البطن من الولد، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير إذا انفصل حيا. والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود ونقل عن ابن حبان تصحيحه. ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته. وقيل معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص ذلك بالبكاء. فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني. أما الشرط الأول وهو وجوده في الرحم حين موت المورث، فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل، ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال. وذلك أن الحمل المولود بعد وفاة المورث له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تلده حياً قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقاً، لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجوداً قبل موت المورث. وأقل مدة الحمل 6 أشهر بإجماع أهل العلم، ولقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا طرح الحولان وهما 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل. الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد أكثر مدة الحمل على 3 أقوال. القول الأول أن أكثر مدة الحمل 2، بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2. ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى 4 سنين. القول الثالث أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وأرجح هذه الأقوال والله أعلم أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنه لم يثبت بالتحديد دليل
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين والله أعلم. الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها، ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج أو سيد يطأها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت، لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث لاحتمال أن يكون من وطئ حادث بعد موت المورث. وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود. هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة، واختلفوا فيما سوى الاستهلال كالحركة والرضاع أو التنفس، فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود، وهذا هو الراجح لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على البكاء بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء. وحتى لو اقتصر على تفسير الاستهلال بالبكاء فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث، فإلى ذلك الحين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.